مباراة الأهلي والزمالك دايما بتتصدر الترند من قبلها بأيام، وده طبعا اللي حصل في الماتش اللي اتلعب يوم الاثنين اللي فات، وكان فيه أكتر من لقطة اتصدرت الترند على كل وسائل التواصل الاجتماعي ومنها الصور اللي احنا شايفينها دلوقتي. المباراة كمان كانت الترند رقم واحد على جوجل وكمان على موقع اكس اللي هو طبعا تويتر سابقا، ومش في مصر بس ولكن في الوطن العربي كله. وزي ما تابعنا كلنا انتهت المباراة بفوز نادي الزمالك بنتيجة 2-1، وطبعا ده في القمة 127 في الدوري المصري الممتاز.